أهم الأحداث التي وقعت في مثل هذا اليوم 18 من يونيو عام 1997، استقالة رئيس الوزراء التركي نجم الدين أربكان منهيا فترة حكم استمرت عاما له كأول زعيم إسلامي للجمهورية الحديثة. عام 1999، مجموعة السبع الكبرى تتفق على مبادرة لإعفاء 70 مليار دولار من الديون المستحقة على الدول الفقيرة في قمة كولونيا. عام 2003، استقالة رئيسة الوزراء الفنلندية أنيلي جاتينمايكي بعد استخدام معلومات الدولة السرية المسربة عن العراق خلال الانتخابات البرلمانية في مارس 2003. عام 2003، البرلمان الإيطالي يصوت على قانون يمنح رئيس الوزراء سيلفيو بيرلسكوني حصانة من الملاحقة القضائية أثناء بقائه في منصبه. أخيراً، عام 2011، أول رحلة جوية في العالم عبر المحيط الأطلسي باستخدام الوقود الحيوي.